وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم نستقطب عدة كفاءات في عدة مجالات. رحبوا معي بضيف حلقتنا اليوم وهو السيد جمال سالم أحمد محمد. أهلا وسهلا فيك سيد جمال. أهلا فيك. أهلا فيك، شرفنا برنامجنا الأسبوعي رواد النجاح بوجودك. سيدي الكريم، يا بنعرف سيد المشاهدين مين بيكون سيد جمال وكيف كانت بداية حياتك المهنية؟ والله هي البداية كانت هواية يعني بالعطور. أوكي. بالبراندات، حب استكشف الروائح العطور العالمية. بعدين حبيت ان انا اكون يعني انا اسوي يعني هالروائح. يعني من متى كانت عندك الهواية هاي؟ تقريبا من 5 سنين. ما شاء الله. اوكي، كانت عندك بس الهواية في مجال العطور؟ كانت في البداية مجال العطور. أوكي. وبديت اتعمق يعني فيها واستكشف كيف تصنيع كيف يتم تصنيع العطور. اوكي. وكانت البداية شوية صعبة يعني. والحمد لله مع الايام، كاول سنه كانت شوي صعبه، فبعدين الحمد لله بديت اتحسن في المنتجات والروائح. طبعا بديت تاخذ خبره اكثر في هذا المجال. هي نعم. اوكي، عقب قررت انك تفتح البزنس الخاص فيك؟ بديتها. طيب من متى فتحت البزنس الخاص هذا؟ يعني كبدايه اول سنه كانت تقريبا تجربه بين الاصدقاء الاهل. بعدين بديت افتح حساب بالانستغرام. اوكي. اشتغل، صرت تبيع اونلاين، استقبل طلبات الزباين. اوكي. كانت شويه البدايه يعني ما كانت في رده فعل من الناس بعد. كانت الزيوت شويه يعني مش الكواليتي اللي كنت انا ابغي اوصل لها. ما شاء الله عليك، انت جديد يعني في المجال، حتى لو كنت انت جديد في المجال فاكيد رح تلاقي صعوبات في هذا المجال. نعم. طيب شو هي ابرز التحديات مثلا اللي انت واجهتها خلال بدء هذا المشروع؟ يعني اكثر اللي واجهته، اكثر التحديات اللي واجهتك مثلا؟ والله هي البدايه يعني فتره تميت انا فتره طويله. أوكي. يعني فاتح الحساب انستغرام خلاص بديت انا فعليا بديت كتجاره. وما كانت في رده فعل كثيره من الناس، وكان شيء يوتر يعني وترني. والحمد لله بعدين بديت ابحث يعني شو سبب ان الناس ليش ما تتقبل الريحه، ليش اللي ياخذ ما يرد ياخذ يعني مره ثانيه. هذا سبب من اسباب النجاح انك تفتش على الغلط اللي موجود. اي نعم. والحمد لله بعدين اكتشفت، بديت ابحث لين ما حصلت المصدر اللي خلاني ابدا بدايه صحيحه يعني. طيب سيد جمال، خبرني عن انواع المنتجات اللي تقدمها وكيف يتم انتقاء مثلا العطور اللي انت تستخدمها. هي البدايه الانواع الروائح اللي عندي مختلفه يعني، في عندك الروائح الفرنسيه، روائح العربيه اللي فيها الليذر. اول شيء اختار انا الريحه، ما اختارها شو يعني اللي انا ابغي الريحه اللي انا عجبتني، لا اخذ اراء الناس اللي حولي يعني. وبعدين انزل المنتج. طيب من وين بيجيب المنتجات تبعك؟ هي انا شو اسمه وردها من مصانع، يعني مصانع توردها من خارج من فرنسا. والحمد لله يعني عطور ما تكون محليه، تسوي انت الخلطه الخاصه فيك صح؟ وانا اسوي الخلطه للحصول على العطر الشي شي بيرفيوم. اوكي ما شاء الله. بالنسبة للبوكس اللي قدامك سيد جمال، طبعا هذا البوكس يتميز يعني 4 عطور من اختيار الزبون نفسه، يختار 4 عطور داخل. الزبون هو اللي بيختار العطر اللي هو يبيه يعني؟ العطر اللي هو يحب مثلا 3 عطور هو تعجبه العطور هذه يحطها داخل البوكس هذه بيهديها لشخص عزيز. أوكي. عليه حق الهدايا هاي، ونغلفها نحن، التغليف يكون من عندنا والحمد لله. خدمة التوصيل مثل ما خبرتنا قبل شوي. طيب كيف يتم تصنيع العطور تبعك والدخول مثل مثال؟ العطور هي تكون يعني نطلبها نحن من المصنع، يكون هو زيت خام. نحن نصنعها، نحن نخلطها، وتكون يعني في كذا مرحلة، 3 مراحل تقريبا لين ما العطر يكون جاهز. أوكي. مرحلة التبريد، مرحلة الخلط والتركيز، وبعد آخر شيء يعني بعد الفلتر، نفلتر العطر
ليش؟ يكون لازم نخليه يعني يتخمر العطر نفسه لين ما يطلع بصورة طيبة. بالنسبة للعطور. بالنسبة للعطور، أوكي. أما الدخون هذا المعمول نأخذه نحن جاهز يكون ونضيف عليه يعني شوي. نضيف عليه خلطة خاصة فيك أو لمسة خاصة فيك مشان يطلع العطر هذا يكون بالنسبة خاص فيك أنت يعني سواء عطر سواء دخون. سواء عطر أو سواء دخون. ومعمول هذا يعني متميزين فيه الحمد لله يعني عليه طلب قبال كبير من الناس. طيب قبل الحلقة سيد جمال خبرت إنه عندك عطر حصري لسه ما نزلته يعني أنت للسوق جديد، شو هو هذا العطر؟ في كولكشن إن شاء الله يعني جديد بيكون كولكشن شيء عطور ميني وروائح جديدة وإن شاء الله يعني بيكون إقبال عليها كبير من الناس وإن شاء الله بيعجبهم يعني الشغل الجديد بيكون مختلف عن كل إن شاء الله ما شاء الله حلو. عليك يعني روائح العطور كلها حلوة. حابب أبي أسألك بس العطر غرامي هذا خاص فيك أنت صح؟ أنت اللي سويته؟ عطر غرامي هي نحن تقريبا بدينا فيه والحمد لله للحين اقبال الناس يعني عليه كبير. في في يعني في تقليد بس نحن ضايفين عليه خلطه خاصه من عندنا عشان يطلع ريحته حلوه. عشان تطلع ريحه حلوه. طيب بالنسبه للاسعار تبعكم منافسه في السوق؟ الاسعار منافسه ومناسبه لجميع الفئات يعني والحمد لله. جمال شو رؤيتك المستقبليه؟ والله انا حاب يعني اطور من هذا البزنس يكون يعني مصنع خاص فيني محلات خاصه فيني انا يعني هذا اللي اطمح فيه انا وان شاء الله نوصل له ان شاء الله لك توفيق سيد جمال. طيب سيد جمال بما انه انت ما شاء الله عليك عندك خبره شوي مده كبيره يعني شوي بالنسبه لحد هاوي يعني هالشغله شو الشيء اللي بيميزك عن باقي المنافسين لك في هذا المجال؟ هي بتكون منافسة يعني منافسة مثل ما نقول منافسة شريفة كل واحد يتميز بالروائح اللي عنده يتميز بالمصادر اللي هو يتعامل معها طبعا بالعكس أنا يوم أشوف واحد اختيار المنتجات تبعه اختيارها في اختيار المنتجات وبالعكس يوم أنا أشوف يعني شخص يكون أحسن عني يعني تكون منافسة يعني هو يكون أفضل أنا أحاول أني أطور من اللي عندي عشان أكون أفضل من عند منهم يعني طبعاً ما شاء الله أصلاً حتى الديزاين تبع العلبة يعني حلو مختار الأسود لون راقي يعني في المنتج تبعك هو الأسود الملكي. طيب سيد جمال إحنا بنعرف إن دولة الإمارات هي تنعم بالأمن والأمان شو بتعني لك نعمة الأمن والأمان وشو رسالة تحب تقدمها الشيوخ وحكام الإمارات على دينهم؟ طبعاً هذا شكر كبير يعني ما نقدر نوصف شيوخنا يعني موفرين الأمن والأمان والحرية في التجارة ويسهلون كل شيء في يعني الشخص اللي بيتاجر في دولة الإمارات طبعاً. يكون شيء يعني قد ما يقدر يعني أي شخص طموح يسوي له جو الملائم مشان يكبر وينجح في أي بزنس سواء بزنس تبعك أو بزنس ثاني هذا أكيد بيرجع القيادة الرشيدة في دولة الإمارات الله يحفظ شيوخ الإمارات ويرحم مؤسس دولة الشيخ زايد. طيب سيد جمال في الختام في تقدم رسالة شكر لإنسان عز عليك وإنسان كان داعم لك في فترة حياتك المهنية. والله أنا أشكر أهلي وأصدقائي طبعا هم الأساس يعني أنا البداية بديت معهم يعني. هم كانوا الداعمين يعني كانوا يحفزوني وكان شغلي يعني شغل عادي بس الحمد لله كان من عندهم التحفيز عشان ما يحطمون يعني في البداية. وبديت اطور واعدل في اشياء كثيره وللحين هم داعمين يعني لين اليوم. ان شاء الله توصل رساله الشكر عبر برنامجنا رواد النجاح ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق على مدى السنين. سيد جمال. طيب سيد جمال في الختام قبل ما نختم حلقتنا تبع اليوم اذا عندك مواقع تواصل اجتماعي اللي او ارقام مشان يتواصلوا من خلالها زبائن. عندي استقبل عن طريق الواتساب عن طريق الانستغرام والسناب شات. انستغرام باسم الانستغرام شيء اندرسكور بيرفيوم اكيد وفيها ارقام التواصل رقم التليفون 050 70 62 37 اوكي نستقبل طلبات عندك خدمه توصيل صح عندنا خدمه توصيل وين في جميع انحاء الامارات يعني في جميع انحاء الامارات ما تختصون بس بوظبي صح مش بوظبي كل مكان في الامارات كل الامارات يعني
طيب اوكي، شكرا لك سيد جمال، اتمنى لك ان شاء الله التوفيق على مدى السنين. العفو، يعطيكم العافيه، ما قصرت على حسن الاستضافه الحلوه. مشكور. شكرا لك سيد. في الختام اعزائي المشاهدين، كان ضيف حلقتنا اليوم هو سيد جمال سالم احمد محمد، وهم الكفاءات الموجوده في الامارات. شكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء في حلقه جديده مع كفاءه جديده. دمتم في امان الله.